أخبار اليوم. اليوم تحل الذكرى 9 لرحيل نجم الكوميديا الفنان القدير فؤاد المهندس، والذي رحل في 16 من سبتمبر عام 2006 إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركا فراغا كبيرا في مدرسة الكوميديا. كان الفنان فؤاد المهندس من كبار الفنانين المخضرمين الذين مثلوا في المسرح والسينما والتلفزيون والمذياع، كما كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يسمى كلمتين وبس عبر إذاعة البرنامج العام عام 1968، يسلط بها الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان سيد أفندي. ومن أشهر الأفلام التي قدمها المهندس شنب في المصيدة وفيفا زلاطة وأخطر رجل في العالم، كما قدم العديد من المسرحيات منها سيدة الجميلة، إنها حقا عائلة محترمة، وسك على بناتك. وتميز في التلفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال، أشهرها فوازير عم فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحا كبيرا لدى جمهوره. كان الفنان عادل إمام هو ابنه البكر، كما كان يحلو له دائما أن يناديه، ولم يبخل الأستاذ بالوقوف خلف تلميذه في عدد من أفلامه، لذا استحق اللقب الذي يطلقه عليه الجميع بلا استثناء: الأستاذ. رحم الله الأستاذ الفنان القدير فؤاد المهندس. مصطفى سعد، أخبار اليوم.